معروف كم عمري بس انا ما راح اصرح فيه. كيفي؟ ليش انستغرامك ما يدخل اقل من 20؟ ما اعرف، الانستغرام معاملني معاملة الرقاصة شكله. ايوه، من يوم توقف وهم معامليني الله يسعدك معاملة الرقاصة. ايوه، يقول لازم تكون كبير عشان تتابع هذه البنت. ايش اسوي لهم؟ اعطينا موقف مضحك. مرة في المغرب، بس هذه ما راح تفهموها انتو كعرب يعني حيفهموها المغاربة، بس انا راح اقولها وراح اشرحها لكم. اوكي، ايش بك؟ راح مرة كنت طالعة انا وصديقتي طالعين كده في الساحة، جاء عندي واحد قال لي ممكن ندير معاك لا كونيسونس، يعني ممكن اسوي معاك لا كونيسونس. لا كونيسونس يعني التعارف. فانا وقتها يعني كنت مره حماره في الفرنسي، صرت اصرخ في الشارع وصفقت وكف وصرخ. جمع الناس والدنيا وجاءوا الناس وكل شيء. بعدين قالوا لي ايش في؟ قال لي سوي معي ذا كونيسونس. الحيوان الكلب ملعون الجدف، اقسم بالله. صار الناس يضحكوا، صرت مسخرة شوية وقدرت اتخطى الموقف. بعد ما رحت للبيت وما طلعت منه يمكن شهر، تخطيت الحمد لله. بس كان موقف يعني هو مش محرج، هو مخزي. ايوه، تفكر ليش ترجع المغرب؟ كنت في المغرب، جيت دبل دبي، كنت في المغرب، جيت لطوكيا من بعد جيت المغرب ودبا جيت لدبي. يعني سبت استقرأ سورة البقرة. ايه، اقرأها كده بس، صار لي هلا يومين ما قريتها والله، بس انا اقرأها يوم ايه ويوم لا، بس صار لي يومين ما قريتها يعني للأمانة. بدنا حصة أسرار الدولة. لا، قالوا لي البنات المغرب قالوا لي هددوني، بعثوا لي رسالة تهديد، قالوا ترى أنتي نشرتي كل ال هذا أسرارنا، وإحنا يجوز إذا جيت فكرتي تجي المغرب راح نلقاك في المغرب. أيوة، ونشيل أرموشك، شعرك ندفه ونهجم عليكي وناخذ الباسبور. فأنا صراحة بروح أشوف أمي. أيوة، كارثة عملتيها في طفولتك، حرقت غرفة السطح. ايوه، كنت جالسة طفشانة ولقيت ولاعة حق ابويا يدخن وخلاها في السطح، وكده جربت كرتونة كده شعلت النار وسويت، انا خرعتني رميتها طحت على
على الكرتونة تانية وولعت النار. وأنا ما قدرت يعني، خفت من أمي عشان أمي ما تتفاهم معايا نهائيا، يعني عندها أسلوب تفاهم غير. وصرت أشوف في لين ما كبرت الشرارة. أيوة بعدين صرخت عشان قلت خلاص هدي يمكن نموت. قلت بعدين طلعت ماما. ماما بطلة ترى. أيوة ماما بطلة والله العظيم، طفت النار بعرف كيف. أما وقتها يعني يا ريت ولعت في هذيك النار، ماما بسكتني. حتى العض عضتني والله العظيم، عضتني عضتني بفخذي. أنا كانت ماما مفترسة ما أدري ليش عضتني بفخذي كانت الفامباير. ضربتني بعد ما ضربتني نتفتني، ما كفى الضرب والنتف، ما حست انه غليلة ما بعدين مسكت فخذي. انا فكرتها بدها تقرصه، حطت فخذي. شوف مهزلة والله مهزلة، فكرتها راح تقرصه إلا سويت صندوج. حطتني فخذك ولا بضمير والله العظيم. ماما كان عندها أسلوب ضرب غريب، تحس إني مو بنتها. أقولها أنت متأكدة أنت أمي؟ في أم تاكل بنتها؟ والله العظيم حطتني في الصندوج. دا حبتين انقلعي، انا مو قافله صحتي، انه بدك تنامي لعن ابوك الشدك. انا ما خصني، تبي روحي نامي انا جالسه ناشبك. لماذا ارى في عيونك حزن؟ لا هذا مو حزن، هذه طفره. ايوه هذا الفقر. يعني صراحه حاليا ما في حزن في عيني غير الفقر والطفره، علي ديون. حزن عدم مش فيه. قستاد دودو لا قلعي. مرارتي ما بدي قستاد، خلاص خلوني افضفض لكم. جالسه افض، ما انا افضفض لكم وفاتحت لكم ومكسره النوم وجايه افتح لكم، ما فيكم خير والله العظيم، ما فيكم خير. ما يتمر المعروف ولا تنمل العين. انت جميلة طيب الله يقولولي، بس ما كتير اصدق يعني. مغامرة ما نسيتيها والله، من يوم جات كورونا وانا في المغامرات والله العظيم. من اول توهيقه من لما نسكر علي المطارات في تركيا، من يومها حياتي بلشت بالمغامرات. اي والله قد ما كنت ادعي لما كنت اشتغل في المستشفى، كنت ادعي والله شو صرت ترى ديروا بالكم من دعاويكم، اقسم بالله والله العظيم. شو هذه النصيحه؟ الدعاوي والله العظيم ترى تحقق لو بعد حين. في المستشفى كنت مرة أطفش، كنت طفشانة يعني، حياتي ما كان عندي شيء يعني، ما كان عندي شيء يعني. كنت بس مستشفى والبيت، وما أطلع كثير لأنه أصلاً المستشفى ما حياة في المستشفى مش ما تخليك أصلاً تسوي فعاليات في حياتك. تمام، ما كنت أعرف حتى أسوي ميك اب وجهي. أيوة بعدين والله العظيم كنت شو أقول، أدعي والله في غرفتي قبل ما أنام، أقول يا ربي يا ربي أصير أنا كمان أسافر وأعيش لحالي، ما عندي مشكلة يعني مهما كانت مشاكل هالناس اللي
اللي اللي اللي يسافرون ويروحون ويجون عايشين حرين، مهما كانت المشاكل هذه انا متحملها. اهم شيء يطلعني من الحياه اللي انا فيها، هذا الروتين، هذا الـ هذا الـ هذا الـ الحياه الممله. الله استجاب، هو حقق الحلم اني اسافر، بس ما تغير شيء. الطفشان طفشان، اقسم بالله. اكتشفت شو الملل عندك انت، يعني انا يعني انت ممكن حتى في بيتك انت تسوي اشياء كثيرة اكثر مني، انا اللي اسافر عايشة لحالي. والله العظيم اكتشفت شو العلة، مو في السفر. انا كنت انا كنت مفكرة اني كنت ملتزمة بالدوام، وكنت كمان عند اهلي، وكان هذا هو الالتزام. لا، اكتشفت الله يسعدك ان العلة فيها. هلا انا عندي كل شيء في الحياة، كل شيء الحمد لله، كل شيء الله رازقني، كل شيء والله العظيم الحمد لله الحمد لله. عايشة لحالي، حرية تامة عندي، بس كمان ما اسوي شيء، نفس الطفش، اجلس بالبيت، ما اطلع، ما اعرف اروح اماكن. فهمتوا كيف؟ فاكتشفت انه الانسان السعادة فيك انت، مش في الاوضاع اللي تعيشها. والله ما بدك ترجع فيه. لا، ما بدي ارجع شغلي. يعني شوف، انا نفس الحياة ضلت، بس صراحة مش نفس الارهاق. انا في المستشفى كنت مرهقة، والله العظيم كنت اتعب، مرة اتعب، وكان يعني ما كنت احب الحياة في المستشفى، كنت احس عمري بضيع، وضاع عمري في المستشفى صراحة. كيف تصير اعتمد على نفسك؟ كيف تصير تعتمد على نفسك؟ اشتغل، ادرس، تاخذ مصروف من عند امك تقول لي كيف اعتمد على نفسي؟ حك علينا، اشتغل وادرس. كيف نتغلب على الحزن؟ لما تلاقي الوصفة تعالي تشوفيني، انا دايما حزينة، انا احزن على ولا شيء، حتى ما عندي مشاكل احزن. كيف قناعتي اهلك يخلوك تسافرين؟ شوفوا، تركيا مش اول سفرة لي، يعني انا اسافر عادي، رحت فرنسا قبل، بس اسافر مثلا اسبوع اجازة وارجع، فهمتوا كيف؟ بس ما لما جات كورونا يعني وهقتني. عندك مدرب في الجيم؟ لا، ما احب يكون عندي مدرب صراحه، ازعجوني، انا اعرف شو ادرب نفسي. ايوه، شنو كيف يفرحك؟ سؤال مهم، شو اللي بيفرحك؟ ما راح اقدر اقول لك، عشان اي شيء كنت افكر انه راح يفرحني اذا صار، لما صار ما عاد يفرحني عن جد. والله اي شيء كنت يعني زمان اتمنى اقول يا ربي بس يصير عندي هذا الشيء اكون اسعد وحدة، يصير عندي، ما يصير، ما عاد. والله عن جد، انت لما تكون فاقد الشاي بتكون تفكر انه هو سعادتك، لما يجي تكتشف انه ما هو سعادتك. صراحة
موقف حصل لك في مستشفى؟ حكيته، حلبت أم الموضوع لما ضربوني، لما مات هذاك وضربوني. ايش نوع القهوة حقتك؟ ما اشرب قهوة، يعني ما سمعت. مين مات؟ مات واحد من حظي، جابوا القدر عندي. عزرائيل قال له روح ابيك تموت عند هادي. ايوه توهقت فيه انا. احكي شو القصة؟ انه انا تقنية اشعة، تمام؟ وهذا الله يرحمه ويسامحه، انا هنا يعني في المستشفى كنت اصغر واحدة يعني، وكنت اسوي قرينات. المهم هذا مسكين اجا اسوي له اشعة، كانت حالة مستعجلة، دخلته للأشعة، سوي له الأشعة، حطيته كده، مركزته، دخلت أسوي الأشعة، رجعت سوي له كده، ألو خلاص خلصت، ألو لا لا فطس، حاول تاني. الله يسعدكم، الله يسعدك، بس دقيقة أطلعك وموت. ما يتحرك، ما في نفس، يوك يوك، كل شي ساكت عنده حتى الضمير. صرت أطلع عليه، قلت له كلمة. أيوة والله يكون سمعها شكله، أيوة يمكن سمعها.